شفت زملائك؟ نعم. واحد عنده ضمن التأهل، الآن أنت إن شاء الله. خمسة أسئلة، أربعة أسئلة، يكفيك أربعة مو خمسة، بإذن الله. أربعة أسئلة صحيحة تضمن التأهل، ثلاثة أسئلة صحيحة راح تتعادل مع سعيد وتلعبون كسر التعادل. الله يسلمك. مستعد طال عمرك؟ إن شاء الله. السؤال الأول للبش مهندس سامي، كم عدد مربعات رقعة الشطرنج؟ 64. 64 يا عيني عليك، أسئلتهم كلها يا عيني عليك. تركنا نتعارك وقاعد يحسبها الرأي. بسم الله ما شاء الله. السؤال الثاني، يقول المثل مكره أخاك لا بطل. الله عليك الله عليك، إجابة صحيحة، إجابتين وتنهي الجولة يا سامي. السؤال الثالث، ما أعظم سورة في القرآن؟ أعظم سورة في القرآن، خذ وقتك. يلا. الإخلاص. الإخلاص، الفاتحة يا راجل. مو مشكلة، سبع المثاني مو مشكلة. باقي لك سؤالين. السؤال الرابع، من أسمائه الوابل الديم الصيب. المطر. المطر يا عيني عليك، إجابة صحيحة. آخر سؤال، إذا أجبت عليه إجابة صحيحة تضمن التأهل أنت ومحمد. السؤال الخامس لسامي، شاعر أموي اسمه غياث بن غوث، اشتهر بلقبه الذي يدل على طول الأذنين واسترخائهما. الأخطل. الله عليك، الأخطل، إجابة صحيحة، برافو عليك. بطل. برافو عليك يا سامي. سامي ينهي الجولة بتأهله برفقة محمد. للأسف يا سعيد بتكون ثاني المغادرين. إضافة لنا للبرنامج، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا للزملاء لحضورك ولمعلوماتك الرائعة. وصلنا لنهاية خطوات هذه المرحلة اللي أنهاها المهندس سامي ووضع فيها أن محمد وسامي ينتقلون للخطوة القادمة، خطوة جديدة، خطوة قوية، دائما أنا أحب أسميها كسر العظم في المواجهة وجها لوجه بالخطوات الثابتة، ولكن بعد الفاصل.